خلينا ننتقل لبقى الكرة العالمية ونروح تحديدا للاعب البولندي المتألق روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني اللي فاز بجائزة الحذاء الذهبي، بنتكلم كونه أفضل هداف في أوروبا الموسم 2020-2021. كان سجل بالموسم الماضي كام يا كريم؟ 41 هدف في الدوري الألماني، محطما بذلك بقى أو بالرقم ده يعني الأسطورة جاريد مولر اللي هو كان 40 هدف اللي حققه برضه تقريبا من 50 عام، وتوج ليفاندوفسكي هنا بالجائزة متفوقا على ليونيل ميسي اللي فاز أو توج بالجائزة دي من قبل قبل كده يعني 6 مرات، واحتل المركز الثاني برصيد 30 هدف. كريستيانو رونالدو بقى في المرتبة الثالثة ده برصيد 29 هدف، فيعني حلو اللي بيحصل برضو طبعا. يعني فاللي بيتابع برضو الكرة العالمية سواء بقى يعني الدوري الإنجليزي أو الفرنسي أو الألماني أو غيره أو غيره، كل ده برضو متعة، يعني أنت بتشوف وبتقارن وبتاخد فكرة وطرق اللعب والتاكتكس والكلام ده كله، بيبقى فيه فروقات كبيرة ولكن برضو بتبقى متعة مختلفة. خلينا وبعدين نقول. أصبحت الأمور أكثر تشويقا بعد التنقلات المتعددة الفترة الأخيرة ما بين كريستيانو رونالدو وما بين ميسي ومين هيروح فين، في تعطش كده أنك تعرف مثلا الدوري الفرنسي رايح فين مع باريس سان جيرمان والتعديلات الأخيرة والصفقات اللي لا إزاي والله ما راح قوي. يعني أنت عندك فريق ده، أنت عندك كتيبة إعدام باريس سان جيرمان، يعني الناس كانت متخيلة إن كل مبارياتهم هتبقى ضرب نار، هينزلوا يولعوا بالمعنى الحرفي في الفرق المنافسة، مش قوي زي بالظبط برضو مانشستر يونايتد بعد انضمام كريستيانو، البعض قال خلاص ما فيش مباراة يعني هيخسرها، ولكن برضو حصل تعثر في ماتشات، يعني تحصل هنشوف.